قبل 2005 اشتغلت في منظمة مجتمع مدني. المنظمة دي كانت مشهرة كشركة مش كجمعية بتخضع للشؤون الاجتماعية وقتها، وبالطبيعة كانت المنظمة دي بتشتغل على حرية الرأي والتعبير وبتدافع عنهم. وقتها كان بيتم مناقشة قانون الإرهاب في مصر، كان الوضع سيء جدا وكانوا عايزين يعملوا قانون مباشر لمواجهة الجرائم الإرهابية. فكتبت مقال طويل، المقال ده تحليلي عن هذا القانون، ملاحظات عليه وإيه اللي لازم يكون فيه، وكمان بدعم صدوره عشان نواجه الجرائم الإرهابية. فوجدت أن رئيس المنظمة ما عجبوش اللي أنا كتبته، ورغم أنه هو بيدافع عن حرية الرأي والتعبير كان واخد مني موقف عنيف جدا، وصل لحد أن أنا قدمت استقالتي. في الأيام الأخيرة حصل دوشة كبيرة قوي على منظمة مجتمع مدني. المنظمة دي مشهورة كشركة وليس كجمعية بتخضع للقوانين المصرية. حصل مشاكل كتير وبعض القبض على بعض العاملين فيها، واكتشفنا الدنيا اتقلبت. منظمة العفو الدولية بتندد، وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي قلقانين، الصحف الألمانية والسويسرية والإنجليزية بتنتقد، وكأنه بقى فيه هجوم حقوقي منظم علينا. بس في الحقيقة هي فعلا في تحركات مشبوهة ومنظمة ضد مصر وضد العمل المدني في مصر. على فكرة اللي بيحصل كله مرتبط بعشرة أو 15 منظمة على حد أكثر، لكن مصر تجاوز عدد جمعيات الأهلية فيها أكثر من 50,000 جمعية. مصر رفضت كل اللي حصل، ووزارة الخارجية المصرية عقبت على بيان وزارة الخارجية الفرنسية، وكمان الأحزاب في مصر علقت على كل الحاجات اللي حصلت دي. وزارة الخارجية قالت بضرورة احترام مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، خاصة ان القانون الدولي هو اللي بيحكم العلاقات وبينص على العلاقات بين الدول. وكمان حزب المصريين الأحرار قال بنرفض بشكل بات التجاوزات لأي منظمة ايا كان اسمها وايا كان المظلة التابعة لها وايا كان الجهة الممولة. على فكرة منظمات المجتمع المدني في مصر وتاريخها مشرف جدا ووطني جدا، لأنها بتلعب دور داعم ومساند لإجراءات الدولة. وإذا كان عندنا هم 20 جمعية اللي عاملين ولا 15 جمعية اللي عاملين كل القلق ده، فزي ما قلت قبل كده عندنا آلاف الجمعيات اللي بتلعب دور حقيقي في التنمية وفي التعليم وفي الصحة وفي دعم المجتمع المصري. لكن اللي بيحصل إن دايما المنظمات القليلة أحيانا بتتحول لأداة سياسية اللي بيمولها من بره. على فكرة خدوا بالكم، ما اختزلوا حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير، لكن نسيوا تماما الحق في الصحة والحق في التعليم والحق في السكن والحق في الحياة. ملاحظة مهمة، الإعلام الغربي ردد كله الفترة اللي فاتت رقم محدد وكلهم نقلوه زي ما هو، إن عدد السكناء في مصر السياسيين بلغ 60,000 سجين. أنا مش هتكلم عن إن الرقم ده كبير ولا صغير، صح ولا غلط، بس هطلب من المنظمات دي طالما قدرتوا تحددوا ان هما 60,000 سجين سياسي، ان انتوا تدونا الكشوفات بتاعتهم، لانه انتوا كده اكيد عارفين اسمائهم. لانه غريبة جدا ان يبقى فيه 60,000 سجين سياسي ولا حد بيتكلم عليهم، ولا ليهم اهالي بيسألوا عليهم، ولا ليهم اصدقاء، ولا محامين بيسألوا عليهم او بيترفعوا عنهم، ولا اي حاجة. يعني اعتقد انه ارقام في الاوهام ولا بلاغات متقدمة بفقدانهم أو بالتحقيق معهم أو بأي حاجة، غالباً هما خارج نطاق كوكب الأرض. نقطة من أول السطر، النمسا في الفترة الأخيرة أعلنت أنها صدرت حوالي 25 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان. فرنسا حظرت جمعية مقربة من الإخوان وقفلت مسجد ورحلت متطرفين. السويد وقفت تمويل مؤسسة ابن رشد التعليمية واتهمتها انها جماعة الاخوان. المانيا بتعمل مشروع قانون لفرض رقابة قوية على الاخوان. في بلادهم بيطبقوا القوانين بصرامة شديدة قبل ما يكون في احترام لهذه القوانين، لانها في مساواة تطبق على كل الناس بدون اي استثناء، لكن عندنا بيكسروها ومفيش اي مشاكل. الرمز الرئيسي للمحكمة عندنا في مصر سيدة معصوبة العينين ماسكة ميزان، الميزان ده بيبقى فيه في جزء منه
الاتهامات وجزء منه الدفاع بدون ما تشوف ولا تعرف مين المتهم.